فيديو تم تداوله على نطاق واسع بالعراق لعملية اعتقال المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، خلونا نشوف سوا. الاعتقال اجى بعد ما اصدرت محكمة استئناف بغداد مذكرة قبض وتفتيش. هاي المذكرة كشفت عن سبب الاعتقال وهو اهانة السلطات العامة. الصميدعي محامي وكان ضابط بالجيش العراقي قبل سقوط حكم الرئيس العراقي صدام حسين. طبعا هالتهمة ممكن تاخذ الصميدعي 7 سنوات وراء القضبان بحسب المادة 226 من القانون العراقي بعام 1969. جدل على السوشيال ميديا بالعراق بعد اعتقال الصميدعي، البعض شاف انه الاعتقال مقصود ومنهج لاهداف سياسيه قادمه، والبعض راح يدافع عنه ويطالب بصون حريه الراي بالعراق على اعتباره انه من منتقدي حكومه الكاظمي. تعليق من دكتور سليم بيقول قوات امنيه تعتقل بوق نوري المالكي في العراق المدعو ابراهيم الصميدعي. اما وسام علق بعد اعتقال الصميدعي انتظروا الكثير من هذه الافلام قبيل الانتخابات. إيران تصنع أبطال جدد بثوب مدني، إعادة تدوير مخلفات المالكي بثوب مدني. أما مسلم علق هذا سياسة تكميم الأفواه، نهج الطغاة الذين يخشون صوت الحق وبيان الحقائق، ولكن الشرفاء ورجال الرجال الشجعان لهم ساحاتهم. منتظر علق نجح الكاظمي في جعل كل الأصوات الإعلامية تحت مطرقة المناصب، إلا الصميدعي لم يخضع للإغراء السياسي فكانت هذه النتيجة. أما سلام علق المؤسسات الحكومية الرسمية تستحق أكثر من كلمات الصميدعي من الذم والإهانة، فهي محاطة بالخزي والعار.